مرحبا وبيك عايشك لاباس بوكو في البيان الحمد لله الحمد لله. عرفنا عليك محمد سهيل المكي ولد المرسى ولد البحر ولد مرسى كيوب ولد البحر هاي ولد البحر كيفاش ولد البحر هاني قلت لك ولد مرسى كيوب معناها ولد البحر سهيل عاشق البحر اللي نعوم العام وطوله ولا عام وطوله العام وطوله كيلكو سوا الطقس حتى في المطر حتى في الثلج وفي الرياح وفي الامواج العاتيه نعوم لابد زاد توا كي نروح مبخر توا نروح المغرب يلزمني نعمل غطسه اليوم كيفاش حكايتك مع السباحه عشق من الصغرى كيك استنست وهي سي تري سامبل حتى عندي صحابي في المرسى ما يعوموش العام وطوله كلكوزان احنا شنو هو السر ما تبطلش هكا كيما تبطلش كيما اليوم كيما غدوه كيما غدوه كيما بعد غدوه سي كيف كيما جانفي كيما اوت نعرفوا الطقس مش هو سوتو كي في الشتاء اي الطقس مش هو اما ما يتبدلش مره واحده ماهوش من 40 سخانه ولا نجم تمرض هكاك نو جامي مستحيل انا العكس ها نعطيك اكزومبل اي الكورونا 3 ans هذوما التالي جاتني 3-4 فوا افيك تيست بوزيتيف نعمل عومه ما عادش عندي كورونا هاي كان تمن ولا دبر راسك انت حر هاني قلت لك الفامي نتاعي كل يوم مرضوا بالدواء ودرا شنو هو والطبه وكل انا لا نعمل غطسه نروح كي نعمل تيست اخرى نلقاها نيجاتيف يعني البحر منعك من فيروس كورونا انا البحر وان بليس دو سا على خاطر نتغذى الحاجات الاصليه ما نخوش الريق البارد نتاع الشباب ما ناكلوش ولادي يجيبوا البيتزا ويحبوا الهمبرجر ويحبوا انا لا انا ناكل الخضره نحب الدبابش نحب البرغل نحب زيت الزيتونه كل يوم هيلثي يعني ماكله صحيه صحيه والخضره ناكلها نية اكثرش من معدنوس نشلل هكا نشلل وناكل معدنوس كيما هو لا سناريا لفت نشوفوا الطاقه البدنيه مش نفسها اللي عند معناها شباب اليوم مش ناس قبل كيما توا انا ناكد لك وبالتجربه ساعه من نواحي الكل انا عمري توا برسك 70 سنه خير من الشباب تاع 20 بالتجربه في كل شيء ما يقولوا جيل جديد جيل ياغورت وهو من عهد من صغري انا يقولوا كاكاو ديما يقولوها الكلمه هذه اما معايا انا فعلا قولا وفعلا معناها بحكم اللي انا كاكا مغروم نعيش كما ناس بكري مغروم بالحلالم والنواصر والكسكسي بالخضره كل شيء معناه ديري ولا كيفاش ديري كل شيء والحمد لله عندي ما دام اللهم صل على النبي ربي فضل هادي خمسه والخميس على كدي الملاح طاجن الخبز ما انا يتقطع عندي السميده وقت اللي تقطع عند الناس السميده انا يجي نوريك شكاره ابو 50 كيلو والفارينه مالا شنو ما يتقطعش عندي انا خاطر الخبز الدار برسك نهار بعد نهار المدام ما طيب يعني وقت اللي يصيروا مثلا اضراب نتاع المخابز ولا حاجه انشي ما عندكش مشكله ما نفيقش ما نفيقش فما اضراب نتاع مخابز راه في الفيسبوك برك نقوم نضحك الماكله الصحيه عندها دور هي الاساس هو الدور الاساسي هو التغذيه السليمه يقولوا المثل الجسم العقل السليم في الجسم السليم ايفيكتيفمون صحيح نعرفوا توا انه ريتم دو في قوي شويه وسرعه يعني توا حتى العائلات نشوفوهم ساعات ياكلوا في الشارع بنتي الكلام تقول فيه انت توا بون توا كثر هو ماكله الشارع كثر اما الكلام تقول فيه انت ماكش مولوده هو يقولوا الناس هكايا زاد انت اقل من شطر عمري انت اصغر من اولادي انا عندي شكون فوق ال 35 عمره انت ما زلت بارك الله ما زلت صغيره دونك انت تجي بنتي اما الكلام هذايا ديما هو بيدو رسمي ما الناس ديما ماكلت الدار الشعب بعيد ياسر على بعضه ماكلت الشارع توا يمكن الناس كثرت والناس تازمت من الماديات الدنيا غلات واحنا ديما من الستينات يقولوا الدنيا غلات انا نتفكر الهادي نوير الله يرحمه يعمل خطبه بساعه باش يزيدنا زوز فرانك زوز مليمات ويخطب ساعه باش يقنعنا اما الا كان زاد دوره نخرجوا له للشارع اي عهد الهادي نوير هذه في الستينات وبعده جاء المزالي والناس تتشكى من الغلاء ديما ورغم اللي كانوا يزيدوا بالمليم وبالزوز من قبل هذيك في العالم الكل في العالم الكل هكاك اما توا الزياده ولات عاد شيء يعمل العار ما عادش فما ما عادش عندنا دوله تنجم تحكم في الاسعار عندنا رجال الاعمال وما يقدهم حد
هما الدولة، ما يقدهم حد، لا يقدهم لا رئيس ولا يقدهم الداخلية ولا يقدهم الجيش ولا يقدهم حد. رؤوس الأموال هما اللي يحكموا، هما اللي يصرفوا، هما اللي يحطوا رئيس الدولة بيدو وي من الآخر. والشعب مسكين، الشعب مسكين لاهي في همه. المرأة يلزمها تخدم باش تعاون الراجل، الشرعية ما تزيش. أنا لا، أنا مرتي في الدار الحمد لله رب العالمين، ملي تخلقت ما كونتر المرأة تخدم. وماذا بيا ما نكذبش عليك، ماذا بيا النساء الكل ما تخدمش والرجال يقوي لهم الشهرية يضعفوها لهم والنساء تبدا مرتاحة. إلا إذا كان هي تحب تخدم مش على خاطر ملزوزة تحب الفلوس، نو، خاطر عندها كفاءة وتشعر بروحها معناها كفاءة وتحب تنتج في المجتمع. عندك بناتك يخدموا؟ عندي زوز بنات يخدموا. يخدموا، عندي واحدة أرشيتكت والأخرى إكسبير كونتابل يخدموا. بيك ماكش ضد انه بناتك يخدموا كيما ضد انك انه مرتك تخدم؟ خاطر هنا ثم حاجه خاصه نقولها لك، ثم حاجه خاصه، خاطر الدوله ماهيش في المستوى. خاطر انا كنت شهريتي الاخرانيه 3 ملايين، وبحكم اللي التوا ما عملوا لي قرار الحاق ولا ضيعوه ولا التوا اتصور ان تريتي في 500,000 وانا 8 من الناس في العالم. دونك انا هما يحبوا يخدموا وظروفي ما تسمحش باش يعيشوا هما بالقدا كيما نحب انا. كي كانوا صغار كنت منجم وانا نخدم 3000 دينار، انا مهندس توا الريتريت نتاعي 500 وشويه. يعني كي كنت تخدم اي كنت تخلص 3 ملايين. 3 ملايين اخر شهريه، 3 ملايين اخر شهريه. باهي، وكي خديت لانتريت توا ما تريق لانتريتي ناخو عطاوني عجز من الاول 400 وقواه في 10 سنين هذوما ولا 500 واش، وهاني نعاني لتوا. هاو دوسي توا عندي، هاني نعاني لتوا، ما لقيتش شكون في الدوله يسمعني، ما لقيتش حاله. فارق بين الشهريتين غادي من الفارق سي فوا بلوس، 6 مرات مضاعف شهريتي كانت، وكان ولادي صغار مش مصرون طوال بون ربي يعينهم متخرجين في نفس الوقت هما سعداء بخدمتهم. بون امانه كنت نتمنى ما يستحقش، راهم يحوسوا وراهم شيخين وراهم ناصبين. ارشيتكت بنتي تنجم حره، مش بالضروري تخدم كل يوم وتمشي البيرو، نو تنجم تعمل في الدار البيرو، تعمل لي بلون، تعمل حاجات. نرجع للمدام ربي فضل. اي عايشك. المدام بنت فلاح وروعه، نتاع كل شيء نتاع ناس بكري، متعلمه على امها وعلى مماتي. هي بنت خالتي ساعه، مماتي هي مماتها، جدتي معناها هي نفسها، متعلمه كل شيء اللي نحبه انا اللي تربيت به انا. كل حاجات قولك بخاطرك غادي تحبني تعشقني، شنو اللغه انا نحبها وانا عمري 12 سنه، هي متسمي عليها وانا متسمي عليها، وفعلا ونفذت وحاربت العالم الكل وخذيتها، وهذيك ام ولادي وحبيبتي وعشيقتي وكل شيء. شنو تقولها؟ نقول لها نحبك وربي فضلك ويطول عمرك في الخير والصحه ويسعدك ربي ان شاء الله، وان شاء الله مراش الشر فيك ان شاء الله، حتى كي يهز ربي يهزني انا قبل وتبقى انت لاولادك. فعليكم عايشك ربي يفضلكم لبعض. ميرسي، باي باي.